عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وعدتكم بعد 30 دقيقة، سامحوني توخر شوية الوقت. فيني مبو بيو افانتي، قلت له الفيديو فيني مبو بيو افانتي، برندمي توتو. ألور البروبليم هذايا، أنا قلت لكم كيفاش قاعدين في أوروبا يقتلوا فينا وفي أولادنا، كيفاش يصدروا لنا في الأمراض السرطانية للمغرب العربي ولفريقيا. شفتوا الحاويات هذوما؟ الناس الكل تعرفها من الحاويات هذوما. هذوما موجودين ومنشورين بكثرة في تونس، في الجزائر، في المغرب، في ليبيا، في موريتانيا، في السودان. وأنا شفت برشا، أنا كنت في تونس وشفتهم برشا وفي الجزائر. شفتوا البادن هذوما، الحاويات هذوما، الحاويات هذوما ينقلوا أمراض سرطانية. بحيث الحاويات هذوما الشركات الاندستريال يستوردوا فيهم البرودوي شيميك، يستوردوا فيهم البرودوي شيميك باش يخدموا القطيع متاعهم بالبرودوي شيميك. ومن بعد شنو يصير؟ يلزم يتم اتلافهم. لهنا وزارة الصحة الإيطالية تجبروا باتلافه. ايش يعمل هو؟ يعمل ستوك 100 200 300، ويعيط الانسان. ثم شركات خاصة، شركات خاصة في اتلاف هل 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 المسرطن هذايا، يعني شركات خاصة في اتلاف الحاويات المسرطنة هذية. ايش يعملوا الشركات هذوم؟ ياخذوهم، والشركات اللي عندها ستوك من هذايا تخلص، تدفع الفلوس، تدفع ما يقارب على 20 أورو 20 أورو كل حاوية لإتلافها. باش تتلفها، باش تنحيها، يلزمها تدفع 20 أورو على الحاوية. معناها الكاميون يجي لهنا يعبي 100 حاوية من هذوما، ياخذ على كل حاوية 20 أورو باش يهز إلى وح. إيش يعملوا هم؟ هم يهزوهم ويحطوهم في ستوك، وبعد يصدرهم لأفريقيا ويتلفوهم في أفريقيا. المافيا عندنا في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي ليبيا وفي موريتانيا وفي كل بلاصة يمشوا هذوما للإتلاف، ياخذوا عليهم الفلوس باش يمشوا يحرقوهم ولا يردموهم في بلادنا، وما يحرقوهمش ايش يعملوا؟ يخرجوهم ويبيعوهم في السوق السوداء البرة ب30 دينار وب40 دينار وب50 دينار، وثم حتى يوصلوا تو ب60 دينار، وهما واخذين عليهم 60 دينار الوحدة باش يحرقوهم، يحطوا الفلوس في جيابهم ويخرجوهم للسوق السوداء، السوق الموازية، ويبيعوهم لنا. والناس مساكن الزوالي يعبي فيهم الماء ويشرب هو، ويشربوا حيواناته، ويشربوا من وليداته. هذايا راهي جريمة في حق الإنسانية. أنا ناشد السلطات ووزارة الصحة في جميع أنحاء المغرب العربي وأفريقيا تمنع ترويج المحاويات المسرطنة هذية. شوفوا، أنا مش نوريكم، شوفوا البرودوي اللي جينا في الحاويات هذية. أنا اليوم تنقلت للمؤسسة هذية وتنقلت للشركة هذية على عين المكان، خصيصا لأن شفت الحالات، حالات لا يرثى لها، والسبب متاعها هم الحاويات هذوما. شوفوا الحاويات هذوما، أنا حضرت هذوما الحاويات هذوما. هذا البرودوي اللي موجود فيه، هذاي البرودوي اللي ننقلوه في الحاويات هذوما. شنو يصير البرودوي هذايا؟ البرودوي هذايا كي يتخلط شنو يصير؟ شوفوا تبعوني، شنو مش يصير كنخلط البرودويات الزوز مع بعضهم؟ شنو مش يصير بالضبط؟ نصبوا هذايا على أخوه، هذوما الحاويات، هذوما البرودوي اللي جينا في الحاويات، نخلطوه هكا، نخلطوه بكدا بكدا، 50% 50% من لي برودوي. هذوما مشتقات البترول الخام، شوف كيفاش يولي. هذوما مشتقات البترول الخام، ونروحوا بهم احنا غديكا. ايطاليا واوروبا تدفع فلوس باش تتلفهم، واحنا ناخذوهم في عوض نتلفوهم. احنا من المفروض ما ناخذوهمش وما نقبلوهمش. فمش نعطيكم عينه صغيره لهنا، وتو تشوفوا البرودوي هذايا كيفاش ماشي يولي. شوفوا البرودوي هذايا شنو يولي من بعد، فهمتني؟ شوفوا البرودوي هذايا كيفاش يولي. هذايا يساهم، هذه عينه صغيره باش نخليها لكم على شيره باش تشوفوها. هذا يساهم في انسداد الشرايين والعروق والشرايين، هذايا يساهم في انسداد الشرايين الدموية. البرودوي هذايا هو اللي يسكرهم وهو اللي يعمل الجلطات. شوفوا هذايا، شوف كيفاش كان هذايا. مشوا تبعوه بكدا، فلا فيديري بيني كومسي 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 سينفورما. هذايا شنو يصير اللي كونه هذايا هو البرودوي. وريهم الحاوية هذية لهنا، فلا فيديري كويس تكوان وارد.
اذا كان انت تشرب ماء ملوث بالوحده هذه يصير لك جلطه وحتى الانفجار نتاع البلموني، انفجار الريه والشرايين، الشرايين الدمويه. ولذا نداء الجميع، الجميع الاخوه المغاربه والافارقه يمتنعوا ويبعدوا على الحاجات هذه وعلى استعمال الحاويات هذه. هذه حاويات مسمومه، هذه حاويات هذه ناقله للبرودوي هذاي. انت كي تشرب الماء الريحه نتاعه برك هما لهنا ممنوعه. هم انا نورمالمون يلزمني نستعمل لي غوانت، يلزمني نستعمل الماسك، ويلزمني نكون بروتيت الماكسيموم. لكن لاستغلال الظروف وللتقصير الوقت واني حبيت نوريك. شوفوا هذايا كيفاش البرودوي هذاك كيفاش ولا البرودوي هذايا حتى بالمنشار بعد ما تقصوش. هذايا من بعد يلزمه منشار باش تقصه. هذايا هو البرودوي اللي موجود واللي تحمله الحاويات هذية. اخزروا كانت كانوا 250 ملي لتر. شوف قداش ولا بريندي بين البولوريتانا. شوف قداش ولا كيفاش تنفخوا هذاك من بعد لحبلك باش تقصوا حبلك منشار ولا حبلك حاجة قوية باش تنجم تقص فيه. ولذا نداء لوزارة الصحة في إفريقيا وفي المغرب العربي وفي جميع أنحاء العالم، ما تاخذوش وما تخلوش تدخل هالحاويات هذية. ويلزم يهبط قرار سيادي بإتلاف جميع الحاويات هذية. هذوما حاويات مسرطنة، حاويات مسرطنة تسبب الفشل الكلوي والكاردوفاسكولار للبلمون والشرايين، تمزيق الشرايين، لأنه يدخل هذا البرودوي هذايا ويمشي في الشرايين الدموية وهكاكا تتقطع وتصير جلطات تصير في تونس وفي العالم العربي، ولا تصير بكثرة جراء السموم هذية اللي يبعثون لنا فيها. وعلاش هم وعلاش بنصلوا علاش هما يختاروا افريقيا باش يتلفوا فيها السرطان نتاعها؟ علاش نقبلوه من اساسه احنا؟ ليش حيواناتنا تشر؟ عندنا ناس مساكن في الارياف ما عندهاش الماء، تضطر باش تاخذ وحدك من هكا وتعبيه وتحطها فوق السطح نتاع داره ويركب فيها الواحد ويعمل منها الدوش، وعند واحد يشرب فيها الحيوانات نتاعه، وواحد يستعمل فيها الماء يشربه هو. معناها احنا قاعدين مازلنا في القرن 21 نستعملوا في السموم هذية ونقولوا كيفاش وليداتنا يمرضوا ولا يجوا مرضى اصل. هذا خطر حتى على المرأة الحامل تشرب منه الماء ولا تمسه ولا تحط ايدها. هذايا لهنا في ايطاليا يدفعوا 60 دينار على الكعبة بالاتلاء. الشركة تدفع 60 دينار لاتلافها والشركة اللي تاخوها تزيد تدفع لها 60 دينار اخرين وتبعثها لنا على خاطر ممنوع لهنا ردمها ولا حرقها ولا اتلافها. يبعثوها لنا الافريقي ويعطونا الفلوس باش نقبلوهم، هما يعطونا الفلوس باش نقبلوهم، وبعد ما نقبلوهم المافيا تخرجهم وتبيعهم للزوالي، تبيعهم للمحتاج، تبيعهم للفقير، وتبيعهم اللي ما عندوش الماء الصالح للشراب. وهكاك يحصل مرض السرطان، فشل الكلى، الريا، البولمون، يتحبسوا على يتكبسوا ويتحبسوا ولا ما عادش يخدموا بالكده جراء هالحاويات المسرطنة هذية اللي قاعدين تجيكم من برا. اخزروا هذايا، اخزروا هذايا، هذايا كان هذايا عينة صغيرة، عينة صغيرة انا حطيتها لكم باش تشوفوها. اخزروا هذايا البرودوي اللي كان فالفي دي ريبانا، طب فالفي دي ريبانا ساقوي البالوني. هذايا البرودوي اللي كانت نوريكم فيه اللي انا خلطته. اخزر كيفاش ولا هذا البرودوي، اخزر كيفاش ولا هذايا البرودوي اللي جينا. الحاويات هذية جينا كانت تحمل البرودوي هذايا. هذه ساشي بلاستيك، ساشي بلاستيك صبيت فيها شوية لكي. اخزر كيفاش ولا ولذا نداء لوزارة الصحة، للمسؤولين، للمواطنين، المواطنين قاطعوا هالحاويات هذية لحيواناتكم، لوليداتكم، لدياركم، لبناتكم. المرض يعمل السرطان في الجلدة، يعمل السرطان في الكبدة، يعمل السرطان في الرية، يعمل السرطان في الكلاوي، يعمل الهموم في جميع أنحاء الجسم. دخلوا البرودوي هذايا، سكوزا سي لو بريندو كويستا، دخلوا البرودوي هذايا البدن متاعكم، الكلى والكبدة، الرية، القلب، الشرايين الدموية، بدنك كامل يتغذى بالماء. إذا كان الماء فيه هذايا وعلى الدنيا السلام.
سامحوني على الانفعال، راهو انا هدايا كل صدقوني من محبتي فيكم في الأمة الإسلامية والعربية تامة، من خوفي عليكم ومن محبتي فيكم، لأني أنا إنسان غيور عليكم وعلى بلادي وعلى بلادكم وعلى إخوتنا وعلى الحالات اللي قاعدة توصل في إفريقيا وفي المغرب العربي. رجاء رجاء بارتاجيه هدايا ووصلوا للناس الكل وخذوا عبرة شو هدايا أنتم شفتوه صبيتوا لهنا لكي بص صبيتوا لهنا لكي خمسة دقائق كيفاش ولا هذايا اللي جاي في الحاويات هذوك وانا شفت ونعم.